تفشي الإدمان في كل مكان. ويمكن إحنا حريصين جدا على إنه شباب العزة شباب السودان دائما في أتم الصحة والعافية، لأنه ده الجيل اللي إحنا حنعتمد عليه. عشان كده في مبادرات جميلة وقيمة موجودة في هذا السودان الجميل. واحدة من المبادرات دي لمركز قادرين لعلاج الإدمان، ويمكن دي واحدة من الثقافات المميزة جدا لأي شخص مدمن في مكان ما إنه يرتاد هذه المراكز يوم ترفيهي لمركز قادرين لعلاج الإدمان. انت المهم والناس مين ما تهمني. انا امي وابوي بيضربوا لي تليفونات، انا كنت برا السودان، تعالي شوفي الزور اللي عبر عنك عبر الدراما. وامي وابوي كانوا كل يوم بيحرصوا يسجلوا لي سكه الضياع، لان كنت انا شغاله في الشارع وعندي 1000 مشرد في الكورونا، ما في زول ماسكهم غيري. يعني في تربطني جلا حاجات كثيره متشابهه بيني وبين جلال الحامد. الشيء الجميل، الشيء الجميل جزار المركز ليس مرة كما من سمع، فكانت مبادرة جميلة منه. اليوم الترفيه اليوم في مركزنا غادرين، نحن الآن حتى اللحظة دي 339 مريض دخل المركز في ظرف 5 شهور. اللي تعافوا على يدي لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دي 113، اللي تحت العلاج أكثر من 120 ديل تحت العلاج الآن. الراكدين منومين الليلة في اللحظة دي، أنا عندي 42 ويتين ليست 35. يبقى الشيء مخيف. مش محتاجين نعمل مبادرة زي مبادرة أستاذ جلال حامد، محتاجين نعمل مبادرات. أنا كفردي غادرة، لكن براي ما بقدر أغير المواعين. علاج الإدمان علاج مكلف للغاية، والعملية فيه ما عملية هي ترك تدخله في مركز وتخليه تفكوا عكس الهواء. المريض محتاج لإسناد، محتاج لمتابعات، الدولة محتاجة لدراسات وبحوث، محتاجة لخطط استراتيجية في عملية المعالجة. أتمنى الأسر توعى، أفضل نوعي من نصل لمرحلة العلاج. مبادرات تكون زي ما نحن خططنا ووصلنا لحد مرحلة غمنا مركز وغمنا 5 مؤتمرات دولية، زي ما أستاذ جلال حامد عمل بخطة بمسلسل هيئ الشعب السوداني لحدث كبير زي ده. فالآيس ما عدو لفرد ولا لقبيلة، لأنه لا عنده قبيلة لا عنده حزب، لا عنده عدو كبير جدا جدا، ودخل السودان مستهدف شبابنا بكل ألوانه. ولا بد أن الوقفة تكون قوية جدا جدا. نحن علينا شنو؟ لفتي وجهة النظر، لأنه الحكومة نفسها أيادية أكثر مننا. نحن بنعمل إيفنت وننتهي في نفس الليلة، لكن الحكومة هي نفسها هي المفروض تستشعر أنه الشعب خلاص المسألة دي دخلت البيوت، ما أنه نحن هسه نحن بنحارب في 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 مخدرات، او انه نقول الناس ما تاخذ، لا مخدرات دخلت يعني. ويجب ان احنا نغير الادوات بتاع مكافحه المخدرات والمروجين والمسائل دي. وخطوره الايس زي ما قال الدكتور لبنى وتعلمنا منها كثير في اليومين ديل، انه خطوره الايس لانه مصنوع صناعه، اما المخدرات العشبيه تاثير المخدر فيه بسيط وممكن الانسان يتعالج منها في المصحات الحقيقية زي لبنى، في بتلقى ريهابيتيشن سنتر بتعمل فلاش اوت للبلد بيطلع فيه نسبة المخدر الموجود، فممكن الانسان يتعالج ريهابيتيشن، بتلقى فيه مراكز. لكن بنلقى انه الايس الصعوبة، لكن قدرت هي ذاتها تعالج الايس، وطلعنا انه اشاعات انه الايس ما بيتعالج، اثبتوا انه هسه الليلة محتفلين نص الشباب الموجودين الليلة في الاحتفال كانوا طالعين من الآيس، معناته الآيس بتعالج، ما قصة إنه ما يتعالج، لكن داير تضافر جهود الأسرة، المجتمع، إنه ما نلفز الزول اللي هو خش في مشكلة وخش في إدمان، وما نتعامل معه إنه كزول مدمن أو إنه مجتمعنا، لأنه مجتمع صعب جدا، ويقوم بيلفظه، وده الغلط. المفروض الأسرة تتعاون مع وتحاول تقصد الأطباء اللي هم أصلا متخصصين في المجال. سعيد جدا انه انا ضمن الفنانين اللي شاركوا في اليوم الترفيهي لشباب مركز قادرين للادمان، وان شاء الله يا رب كلهم متعافين تماما عن هذا المرض اللعين،
ونحن هنكون طوالي معاهم ومتواصلين معاهم ان شاء الله في كل يعني ما احتاجوا لنا. نحن اول الحاضرين. وبحيي الدكتوره لبنى علي رئيسه هذا المركز، وبشكر كل الفنانين اللي شاركوا. Let's go.